أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وبعد. أبناء الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نلتقي مجددا في مساق المحاسبة الدولية، الفصل الثاني، إسهامات المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية في تطوير مهنة المحاسبة، في المحاضرة المصورة الخامسة بإذن الله سبحانه وتعالى. كنا قد تكلمنا في المحاضرات السابقة عن إسهامات المنظمات، سواء كانت المحلية مثل جمعية أو مثل نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية، أو جمعية المحاسبين والمدققين الفلسطينية في رام الله، وتكلمنا عن المؤسسات الإقليمية، كما تكلمنا عن المجمع الدولي للمحاسبين القانونيين العرب طبعاً في الأردن، وتكلمنا عن المنظمات الاقتصادية الدولية، سواء كانت صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو منظمة التجارة العالمية. وفي المحاضرة الأخيرة بدأنا أو في المحاضرتين الأخيرتين بدأنا الحديث عن لجنة معايير المحاسبة الدولية. تكلمنا عن أهداف اللجنة، تاريخ اللجنة، المؤتمرات التي عقدت من أجل إنشاء ووضع ما يتعلق بالتوافق المحاسبي الدولي. تكلمنا في المحاضرة السابقة، للمحاضرة المصورة الرابعة، عن مقدمة إعلان معايير المحاسبة الدولية في المواد التي بدت من المقدمة حتى الخاتمة. تكلمنا عن منهجية دراسة وعرض وإنشاء مشروع المعيار، ثم بعد ذلك التصويت عليه وإقراره بالثلثين حتى يتم نشره وتوزيعه للجهات ذات العلاقة تحت عنوان مسودة الإعلان أو مشروع المعيار، ويتم بعد ذلك الحصول على الآراء والمقترحات والتعليقات بشأن هذه المسودة، ثم بعد ذلك يتم إعادة صياغته ليتناسب مع الجميع، ويتم إقراره بثلاثة أرباع الأعضاء، وفي هذه الحالة يصبح المشروع أو يصبح مشروع المعيار يصبح معيارا دوليا معتمدا مقرا. يكتب في هذا المعيار تاريخ إقراره، سواء كان تاريخ صدوره أو تطبيقه بأثر رجعي. سنستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى المنظمات المحاسبية الدولية. فقلنا أنه احنا حكينا عن لجنة معايير المحاسبة الدولية اللي أصبح اسمها في 2001 مجلس معايير المحاسبة الدولية، وفي هذه المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن منظمة دولية هامة جدا في مهنة المحاسبة، وهي الاتحاد الدولي للمحاسبين الايفاك، وهي هيئة محاسبية غاية في الأهمية، وكان لها دور كبير في تطوير مهنة المحاسبة، واللي هي طبعا تعريفها International Federation of Accountants. تأسس الاتحاد الدولي للمحاسبين عام 1977، أي بعد إنشاء لجنة معايير المحاسبة الدولية اللي كانت في 73، نتيجة لاتفاقية وقعت من قبل 63 منظمة محاسبية، طبعا نتكلم عن ذلك الحين طبعا، تمثل 51 دولة، وتتمثل مهمة الاتحاد وفقا لدستوره في تطوير وتعزيز المهنة كي تكون قادرة على توفير خدمات ذات نوعية جيدة ومتسقة بما فيها المصلحة العامة. طبعا هاي موقع الاتحاد وهي شعار الاتحاد، وتعتبر عضوية الاتحاد متاحة أمام كافة المنظمات المهنية المحاسبية في مختلف دول العالم، سواء كانت منظمات تم الاعتراف بها بواسطة القانون، يعني منظمات معترف بها دوليا في دولها بواسطة القانون، أو الإجماع العرفي العام داخل دولهم، يعني الناس مجمع عليهم لكن ما فيش لهم صفة قانونية، بوصفها طبعا جمعيات أو نقابات أو منظمات قومية هامة لها مكانتها داخل إطار مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات. وتعتبر العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للمحاسبين عضوية في لجنة معايير المحاسبة الدولية. إذن أي عضو في الاتحاد الدولي للمحاسبين هو عضو في لجنة معايير المحاسبة الدولية وليس العكس. يضم الاتحاد في عضويته أو من مكونات الاتحاد اللجان التالية. يتكون الاتحاد الدولي للمحاسبين الايفاك من اللجان التالية: اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق، تمام، هذا أهم لجنة وهي لجنة رئيسية، لجنة التعليم، لجنة السلوك، لجنة المحاسبة المالية والإدارية، لجنة تقنية المعلومات، لجنة العضوية، ولجنة القطاع العام. أهداف الاتحاد الدولي للمحاسبين: أول هدف تعزيز المعايير وتطوير المهنة عن طريق إصدار الإرشادات الفنية والمهنية
وعن طريق تشجيع وتبني آراء الاتحاد الدولي للمحاسبين ولجنة معايير المحاسبة الدولية. إذا لاحظوا الهدف زي أهداف اللي تكلمنا عنها لما حكينا عن نقابة المحاسبين في طور تعزيز تطبيق المعايير الدولية، أو في طور تعزيز المهنة وتعزيز المنتسبين لهذه المهنة والاهتمام بهم. فالاتحاد الدولي للمحاسبين برضو دوره يعزز احترام المهنة وتعزيز المعايير الدولية وتشجيع على تبني هذه المعايير. 2. إنشاء ورعاية مهنة قوية متماسكة، وذلك بوجود القيادة في القضايا المستجدة وبالتنسيق مع المنظمات المحلية والأعضاء ومساعدتهم في إنجاز الأهداف الاستراتيجية، وهي دورها في تقوية أعضائها المنضوين تحت الاتحاد الدولي للمحاسبين. المساعدة على إنشاء وتطوير المنظمات الوطنية التي تخدم المحاسبين في الممارسات العامة وفي التجارة والصناعة والقطاع العام والتعليم. إذن هي بتساعد الدول اللي ما فيش عندها منظمات وطنية، بتخدمهم فإنها تنشئ لهم هذه المنظمات وتساعدهم في إنشائها وتطويرها وربطها بالعالم الخارجي. إقامة الصلة مع المنظمات الدولية للتأثير على تطوير الأسواق الرأسمالية وأسواق الخدمات الدولية. لما نتكلم عن إقامة الصلة مع المنظمات الدولية يعني الضغط على أو إيجاد اتفاقية تعاون مع أسواق رأس المال أو أسواق الخدمات الدولية من أجل دفعهم للضغط على الأعضاء فيهم لتطبيق معايير المحاسبة الدولية. وتعتبر اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق أو مهنة المراجعة هي أهم لجان الاتحاد على الإطلاق، وتعتبر إنجازاتها من أهم إنجازات حققها الاتحاد. طيب إيش هذه اللجنة؟ اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق تعتبر هذه اللجنة دائمة تابعة لمجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين. طبعا هذا مجلس يدير عمل الاتحاد، وتم تأسيسها بغرض تطوير وإصدار المعايير والإرشادات الدولية لمهنة تدقيق الحسابات. لاحظوا لجنة المعايير المحاسبية كانت مختصة في معايير المحاسبة الدولية والآي أف أر أس اللي هي معايير إبلاغ المال الدولية. طبعا هنا نتكلم على تدقيق الحسابات والخدمات ذات العلاقة نيابة عن مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين. وتعتقد اللجنة بأن إصدار هذه المعايير والإرشادات سوف يساعد على تحسين درجة تماثل ممارسات المراجعة والخدمات المرتبطة بها من خلال العالم. إذن هنا بتعزز دور مهنة التدقيق ومهنة ممارسة المراجعة والخدمات المرتبطة بها. استرشدت لجنة ممارسة مهنة التدقيق ممارسات المراجعة الدولية عند وضعها معايير المراجعة الدولية عند تحديد الأهداف العامة لهذه المعايير بالهدف من عملية المراجعة الدولية، والذي اشتمل على المعيار الأول وتم تحديده كما يلي: إن الهدف من مراجعة القوائم المالية، وهذا كلام مهم جدا، التي تم إعدادها ضمن إطار سياسات محاسبية متعارف عليها، هو تمكين المراجع من إبداء رأيه في هذه القوائم المنشورة. إذن هدف المراجع بنحصر في إبداء الرأي، حيث يساعد رأي المراجع في تحقيق مصداقية هذه البيانات مما يضفي عليها مزيدا من الثقة. إذن رأي المراجع بيضيف مصداقية لهذه البيانات، ويجب ألا يفترض مستخدمو القوائم المالية أن رأي المراجع تأكيد لما ستكون عليه المنشأة في تسيير أنشاطها. طبعا احنا بنقول على المراجع أن يقوم ببذل العناية المهنية الواجبة، لكن لا سمح الله لو بذل العناية المهنية الواجبة وصار في مشكلة في البيانات لا يتحمل مسؤولية إذا قام بواجبه حسب الأصول، وليس من اختصاص إعداد القوائم المالية، وإنما مراجعتها ويقتصر رأيه على إبداء رأيه في هذه القوائم على وجه الخصوص، مما يزيد من مصداقيتها والثقة فيها. وقد قامت لجنة الاتحاد الدولي للمحاسبين بوضع المعايير التالية. إذن هذول مجموعة من المعايير وضعتها لجان الاتحاد الدولي للمحاسبين، وهي المعايير الدولية للمراجعة وخدمات التأكيد، معايير دولية لرقابة الجودة، قواعد دولية لأخلاقيات المهنة والسلوك المهني، معايير التأهيل الدولية، معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. هذه 5 معايير قامت لجان الاتحاد الدولي للمحاسبين بوضعها والاهتمام فيها. طيب هنتكلم عن المعايير الدولية والتوافق المحاسب الدولي. لاحظوا معي كلام مهم جدا، كل ما وجد في الكتاب عن الاتحاد الدولي للمحاسبين غير الذي شرحته هو ملغي. كلام واضح. ليش؟ لأنه بتكلم عن شغلات مرت معكم في مهنة أو في مساقات تدقيق 1 ومراجعة حسابات 2، وبالتالي كل ما يتعلق بالاتحاد الدولي للمحاسبين غير اللي أنا شرحته يعتبر ملغي. الآن سننتقل لموضوع آخر، المعايير الدولية والتوافق المحاسبي الدولي. إذن يا شباب بأكد مرة تانية،
كل ما لم يذكر من الكتاب المقرر غير اللي أنا شرحته هو ملغي بإذن الله سبحانه وتعالى. المعايير الدولية والتوافق والمحاسب الدولي. كلمة توافق مهمة، بتختلف عن كلمة توحيد، واضح؟ توحيد يعني كلهم بدهم يمشوا على نفس الشغلة ودون أي أدنى اختلاف، وحد الشيء يعني صار واحد. لكن التوافق تقارب، إذن هي عملية زيادة انسجام وتوافق الممارسات المحاسبية بوضع حدود للخلافات بينهما، وتقوم المعايير المتناسقة بخفض الاختلافات، لاحظوا أنتم خفض الاختلافات وليس إعدام الاختلافات، وتحسين التوافق في المعلومات المالية بين الدول المختلفة. وقد عرف البعض التوافق بمعنى هي محاولة جلب عدد من الأنظمة المختلفة بعضها إلى بعض. إذا إحنا لما نتكلم عن توافق اللي هو تقريب بعض الأنظمة المحاسبية البعيدة عن بعض، نقربها لبعض، نربطها في بعض، نحاول نوفق ما بينهم، تمام؟ طبعا احنا بنقول التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا نتكلم عن التوفيق في مهنة المحاسبة او التوافق في مهنة المحاسبة، هو جمع أنظمة مختلفة مع بعضها البعض وكسر او جسر اللي هو بين هذه الأنظمة. ويختلف مصطلح التوافق عن مصطلح التوحيد، فالتوحيد يعني فرض الممارسات المحاسبية لدولة ما على الدول الأخرى، وعليه يقوم التوحيد على فرض مجموعة من القواعد الموحدة، لاحظوا ايش، الصارمة والضيقة. ويعتبر إصدار معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية إحدى أهم المحاولات التي بذلت من أجل تحقيق ماذا؟ كلام مهم، التوافق المحاسب الدولي، والذي يرى مؤيدو أن له العديد من المزايا، منها إمكانية مقارنة المعلومات المالية الدولية واستبعاد سوء الفهم حول الاعتماد على القوائم المالية الأجنبية. إذن هي أول إنجازات وأول الأسباب التي دعت مؤيدو هذا الرأي اللي هو التوافق المحاسب الدولي، انه في امكانيه لمقارنه المعلومات الماليه الدوليه. كذلك ازاله المعوقات امام تدفقات الاستثمارات الدوليه من خلال تحسين وترشيد اتخاذ القرارات الذين يطلعون لعمل خارج بلدانهم، توفير الوقت والجهد والتكلفه الضائعه لتوحيد المعلومات الماليه المتغيره والمعده وفق ممارسات ومعايير محاسبيه مختلفه. اذا احنا ليش نقعد نقارن بين قوائم ماليه اعدت بطرق مختلفه وبالتالي مش حصل نتيجه صحيحة في المقارنة؟ رفع مستوى الجودة في معايير المحاسبة الدولية وتطويرها بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الدولية. كذلك زيادة الاطلاع على عمليات الشركات الدولية متعددة الجنسيات، رفع كفاءة الأسواق المال العالمية، وزيادة حجم النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية. طبعا احنا خلينا نقف عند هان بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا نكمل في وقت لسه، خلينا نكمل لأنه إحنا وصلنا الآن ل 13 دقيقة، خلينا نكمل فيها. الآن حنتكلم عن الملحق، طبعا هذه برضو طبعا هنا ملغي، هذا يعتبر اللي هو مش محاضرة مصورة رابعة، لأنه إحنا نتكلم قاعدين عن المحاضرة المصورة الخامسة. نوقف الفيديو شوي. طيب يا شباب، عدلنا إحنا اللي كنا حنقوله هان، إحنا حنتكلم لسه تابع للمحاضرة المصورة الخامسة، معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية، وإحنا تكلمنا عن معايير المحاسبة الدولية اللي هو IAS، وتكلمنا عن IFRS في المحاضرات السابقة، لكن سنأخذهم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المحاضرات بالتفصيل أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. قامت المحاسبة قبل الربع الأول من القرن الماضي تقريبا غير خاضعة لأي صورة من صور التنظيم المهني العالمي. إذا قبل الربع الأول من القرن الماضي فيش تنظيم مهني لمهنة المحاسبة، وكانت السياسات المحاسبية تعتبر من أسرار الوحدة المحاسبية، يعني كل منظمة أو مؤسسة أو وحدة اقتصادية بتطبق السياسات المحاسبية اللي هي بدها إياها، وبتعتبرها من أسرار الوحدة المحاسبية. ونتيجة لذلك لم يكن بالإمكان إجراء المقارنات أو المقارنة فيما بين الشركات أو لنفس الشركة لفترات متعاقبة. حتى عام 1929 حدثت أزمة الكساد العالمي الكبير المتعلقة بانهيار أسواق المال العالمية، إذ أن السبب الرئيسي في حدوث الأزمة هو قيام الجهات المستفيدة باتخاذ قرارات مستندة إلى قوائم مالية معدة وفق قواعد محاسبية مختلفة، مما أفقد تلك البيانات القابلية للمقارنة بين تلك الشركات من قبل المستفيدين الخارجيين. هذا الأمر طلب أن يكون هناك معايير محاسبية معتمدة على المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما وصادرة من قبل جهات مهنية معترف بها، لجعل القوائم التي تعد على أسس منسقة متسقة لها قابلة للمقارنة تكون ذات فائدة للجهات المختلفة. يعني قصده يقول لك في هذه الشريحة أنه في 1929 حدث أزمة كبيرة
بيسموها الكساد العالمي الكبير أدى لانهيار سوق الأوراق المالية. طبعا سبب هذه الأزمة أنه كانش الشركات لم تكن الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومنظمات الأعمال تشتغل وفق سياسات محاسبية ومبادئ محاسبية موحدة. كانت كل شركة بتطبق زي ما هي بدها، وبالتالي قام المستثمرون الخارجيون وأصحاب المصالح باتخاذ قرارات غير رشيدة، وبالتالي أدت إلى وجود هذا الانهيار. طبعا هذا الانهيار دفع إلى مزيد أو دفع العالم للتفكير نحو التوجه لوجود معايير محاسبة دولية، وهذه المعايير توحد القوائم أو السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركات، وبالتالي تجعل من المستفيدين سواء كانوا داخليين أو خارجيين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، وبالتالي بدأوا يفكروا في جعل أو في إنشاء معايير محاسبة دولية. هذه المعايير تجعل من البيانات المالية صفة قابليتها للمقارنة، وأنها تكون ذات فائدة للجهات المختلفة. وقد طالبت هيئة تداول الأوراق المالية في أمريكا SEC بالعمل على تطوير مبادئ ومعايير مهنة المحاسبة لتكون ملزمة لكافة الوحدات المحاسبية، وطبعا الوحدات المحاسبية وخاصة التي تتداول أوراقها في هذا السوق. إن الاختلاف في تطبيق المعايير المحاسبية عند إعداد القوائم المالية يؤدي إلى التوصل إلى نتائج مختلفة، فبعض المنشآت يمكن أن تحقق ربح بمقدار معين باستخدام معايير محاسبية معينة، لكن لو تم إعادة تلك القوائم بنفسها وفق معايير محاسبية أخرى لتم التوصل إلى نتائج مختلفة. لذلك فإن الاعتماد على معايير موحدة يؤدي إلى تحقيق نتائج موحدة للأعمال والمراكز المالية، وبالتالي بيانات ومعلومات تتوافر فيها خاصية المقارنة، وهذا ما تصبو إليه لتحقيق المحاسبة أو ما تصبو لتحقيقه المحاسبة الدولية. قصده يقول لك هان أنه أنت لما بتعد القوائم المالية بطرق مختلفة، يعني في نفس الشركة ونفس البيانات لما بعد فيها مثلا بطريقة، يعني خلينا ناخذ على سبيل المثال لو أنا طبقت في اللي هو تقييم المخزون الفايفو، هل تتوقعوا صافي الربح هيكون نفسه لو أنا طبقت اللايفو اللي هي الوارد أولا صادر أولا، أو الثاني اللي هي الوارد أخيرا صادر أولا، أو حتى الويتد أفريج؟ تمام، هل لو أنا طبقت أي واحد منهم هحصل على صافي ربح واحد؟ مؤكد لا. طبعا هذا على سبيل المثال، طبعا هذا الكلام خذوا على أمثلة أخرى. تمام، فكل جهة بتطبق معايير محاسبية مختلفة مؤكد لن تستطيع المقارنة، لن تستطيع أن تصل إلى خاصية المقارنة، وطبعا هيك نقدرش نصل للهدف اللي طلبته المحاسبة الدولية أو معايير المحاسبة الدولية اللي هدفها تمكين المستثمرين والمستفيدين الخارجيين على وجه الخصوص من مقارنة قوائم المالية للشركات المختلفة في دول مختلفة واتخاذ قرارات رشيدة استثمارية تجعلهم يحققوا أكبر عائد ممكن. طيب ما هي خصائص المعايير المحاسبة الدولية؟ حتى تكون المعايير ذات قبول عام لدى مزاولي المهنة، طبعا أنت لما تجيب معايير محاسبة دولية بدك تفرضها دول العالم، قلنا ما فيش لها صفة الإلزام، فبالتالي بدها تيجي بطريقة إقناع، طريقة الإقناع. فهي إيش؟ بدها تلاقي قبول عام لدى مزاولي المهنة والمجتمع المالي. لابد من أن تتمتع هذه المعايير مجموعة من الخصائص الأساسية الواجب توفرها بهذه المعايير حتى تحقق الفائدة المرجوة من وجودها، وهي كالتالي. إذن أول خاصية بتواجهني الاتساق المنطقي مع عناصر الإطار المحاسب. فالمعايير يجب أن تكون متسقة منطقيا مع الناحية من الناحية الداخلية والخارجية مع عناصر البناء الفكري المحاسبي من أهداف، مفاهيم، فروض، مبادئ محاسبية متعارف عليها دوليا، على اعتبار أن المعايير هي أدوات للتطبيق العملي للمبادئ المحاسبية. وهذا كلام منطقي، يعني ما ينفعش تيجي المعايير مخالفة للمبادئ والفرضيات والمفاهيم اللي تعلمناها في محاسبة واحد واثنين على وجه الخصوص. تمام، ولا بينفع تيجي متعارضة مع اللي هي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما. وبالتالي يجب أن تكون هذه المعايير قابلة للتطبيق العملي وتتسق مع عناصر الإطار المحاسبي. الخاصية الثانية الملازمة، بمعنى أن المعايير تعد من أهم أدوات التطبيق العملي، لذا يجب مراعاة كافة الظروف. طبعا حكيش أنا الملازمة، عفوا هي الملائمة. الملائمة، بما أن المعايير تعد من أهم أدوات التطبيق العملي لذا يجب مراعاة كافة الظروف البيئية المحيطة عند إعدادها بحيث تكون ملائمة لواقع التطبيق العملي،
وهذا ما يتطلب الموائمة بطلبات الفكر المحاسب وطلبات التطبيق. طبعا نتكلم عن مين المحاسبية، احنا في ايش اسمه نقول هذا المحاسبة نظريا والمحاسبة تطبيقيا. لو فكرنا شوية بنلاقي انه في فجوة بين النظرية والتطبيق، لكن هذه المعايير المحاسبية يجب ان تكون معدة للاستخدام العملي، وبالتالي الملائمة، هان نتكلم عن الملائمة ركزوا معي وليست الملازمة، يجب ان تكون ملائمة لواقع التطبيق العملي، ويجب ان تكون متوائمة مع متطلبات الفكر المحاسبي والتطبيق العملي. الخاصية الثانية المرونة، طبعا احنا هنعدلها في السلايد باذن الله سبحانه وتعالى اللي حنزله في النهاية. المرونة بسبب عدم ثبات الظروف البيئية وتغيرها من وقت لآخر. طبعا المحاسب علم اجتماعي ومعايير المحاسبة الدولية يجب أن تكون فيها صفة المرونة، فالظروف البيئية تتغير من مكان لآخر ومن زمان لآخر، فمعايير المحاسبة الدولية يجب أن تكون مرنة بحيث تكون عملية إعدادها وتطويرها عملية مستمرة تمام وقابلة للتجديد والإضافة. إذا فيها صفة المرونة وتتكيف مع الأوضاع والتغيرات في الظروف البيئية. الخاصية الرابعة الواقعية، يجب أن تكون المعايير المحاسبية الدولية نابعة من الواقع وتتلائم مع الظروف البيئية التي يجب أن تطبق فيها، وكما تكون متلائمة مع الأعراف والقواعد السائدة. يعني دوش يكون المعايير المحاسبة الدولية حاجة ما لهاش علاقة بالواقع، صعبة التطبيق، ما بتراعيش الظروف والأعراف والقواعد السائدة. الخاصية التالية الوضوح. طبعا بالإضافة للأربع خصائص اللي حكيناها قبل شوي، في عندنا احنا ثلاث خصائص أخرى. خاصية الوضوح، يجب أن تكون المعايير المحاسبية مفهومة من قبل المستخدمين، ما فيش اختلاف في الفهم فيها، ويتم ذلك عن طريق أخذ رأي الجهات المستفيدة عند إعدادها، وأن يكون لها نشرات تفسيرية توضح تطبيقها بشكل موضوعي. يعني يجب أن نبعد عن سوء الفهم في المعايير، ليش؟ لأنه عشان ما يصيرش اختلاف في التطبيق. كذلك بدك انت تاخذ راي الجهات ذات العلاقه في التفسير في عند اعدادها، وفي نفس الوقت تعمل نشرات تفسيريه او مذكرات تفسيريه. كذلك من صفات وخصائص المعايير الحياديه، يجب الا يتم اعداد المعايير لخدمه بيئه اقتصاديه وماليه محدده، ومن الضروري ان تكون المعايير تحمل صفه العموميه لتكون قابله للتطبيق في اغلب اقتصاديات العالم. احنا عارفين كل اقتصاديات العالم مختلفه، فيها الاشتراك وفيها الرأسمالي وفيها المختلط وفيها إلى آخره، فلازم يكون فيها صفة العمومية والحيادية اللي بتمثل يعني خاصية مهمة جدا في المعايير اللي تجعلها قابلة للتطبيق في أي ظرف اقتصادي وفي أي دولة ممكنة. الانسجام مع أهداف المحاسبة المالية، بحيث يتم صياغتها في ضوء أهداف المحاسبة المالية والتي من أهدافها توفير البيانات والمعلومات المفيدة لمتخذي القرارات الداخلية والخارجية. بنأكد أيضا أنه لجنة معايير المحاسبة الدولية كانت من 1973 حتى 2001، وفي 2001 تحولت إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية. أنه لجنة معايير المحاسبة الدولية عدت خلال فترة حياتها 41 معيار، وصفيت الآن على 31 معيار. ومجلس معايير المحاسبة الدولية طبعا من 2001 حتى الآن أعد 13 معيار بنسميها معايير إعداد التقارير المالية الدولية الـ IFRS. فإحنا بنتمنى عليكم تعرفوا الفرق بين اللي هو الـ IAS اللي هي International Accounting Standard، وما بين اللي هي International Financial Reporting Standards. هذه الفوارق هي عبارة عن أنه حولوا لجنة معايير المحاسبة الدولية في 2001 إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية من 2001 وحتى الآن، وهذا تقريبا اللي هي الصفة المشتركة أو الشغلات اللي احنا بنحكي فيها. طبعا الآن سيتم التطرق إلى المعايير بنوع من التفصيل. احنا طبعا خلي موضوع المعايير والتطرق إليها في المحاضرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه يجمعنا بكم على خير، وإن شاء الله رب العالمين نلتقي في ظروف أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. ثبتكم الله على الخير، وفقكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.